التأمل في مواقف الابتلاءات والمحن وما نعيشه تحديدا في هذا الوباء العالمي، فإنها دوما ما تكون المحن عارضة ومواقف الابتلاءات مؤقتة زائلة. من فطن إلى ذلك وأدركه أيقن أن من وراء ذلك مغزى كبير، هو سباق كبير يعيشه الناس شعروا أو لم يشعروا في جوف تلك المحن الزائلة والابتلاءات العارضة المؤقتة. يوما ما ستنجلي الغمة بإذن الله سبحانه، وسيزول هذا الوباء، وسيبقى قطعة من التاريخ تحكى قصة للأجيال اللاحقة وما أصاب الناس فيه، لكنه شتان شتان والله في طيات هذه الحادثة التي ستكون في ذاكرة التاريخ، شتان بين من عاشها فأدرك من الفضائل والخيرات وحاز السبق ونال الأجر، وبين من عاشها كأنه قطعة جامدة لا تحس ولا تدرك تلك المعاني العظام. في رصيدنا ومنطلقنا ومغانمنا في تلك المحن هو حقيقة معنى السباق الكبير، في معنى الصبر على انتظار الفرج في جوف الأزمة، فكلنا سيبقى في هذه الأزمة حتى يأذن الله بالفرج، لكنك ستجد الفرق بين آخر، بين شخص جلس منتظرا صابرا ينتظر الفرج فهو في عبادة مأجور، والآخر جلس متذمرا منزعجا قلقا متبرما ليس يحس أنه في عبادة طالما انتظر الفرج. كان المشهد واحدا والنيات مختلفة. نعيش معنى الضراعة والتوكل التي سبقت الإشارة إليها. من أدرك هذا الحدث فعاش معها أجل وألذ وأمتع معاني التوكل على الله والبكاء والخشية من الله، وآخر لم يكن له نصيب سوى مضي الأوقات وتصرم الساعات، ليس يدري ما الليل من النهار، عاش في تذمر وقلق وضيق حتى تتابعت الأيام فانجلت الغمة.